مباراة الشباب والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة 22. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط للنقر بالزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة اليوم. يستضيف ملعب النجمة سبورت سيتي ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 8:40 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، الساعة 7:40 بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. وسوف تنقل هذه المباراة على قناة اس سبورت اتش دي واحد الناقل الحصري للمباراة بتعليق راشد الدوسري. تشاهدون البث المباشر في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق الشباب او الفيحاء؟